السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبه المصطفى الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله وتعالى بكرة وأصيلا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي الكرام، لقد مضى شهر رمضان المعظم بأيامه الحافلة بالصيام ولياليه العامرة بالقيام، وها هي ذي شمس عيد الفطر تشرق علينا من جديد، محملة بالأمل والنور والهناء والحبور والسرور. فهنيئا لمن قبل الله صيامه وقيامه. هذا والمستفاد من رمضان عظيم بعظم الله، جليل بجمال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والكلام في هذا ذيله طويل، وذو اللب يكفيه القليل. هلموا عباد الله إلى حراسة الطاعة وصيانة العبادة. وحراسة الطاعات وصيانة العبادات هي أهم المهمات، ولا يفقه ذلك إلا من آتاه الله الحكمة. هلموا إلى صيانة طاعتكم، وذلك بعدم الإدلال بها أو الغرور والعجب في آدائها، ثم بالاستمرار في الطاعة والمداومة على العبادة. يقول أسعد الخلق صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم صمت رمضان كله ولا قمت رمضان كله. يقول أبو بكر راوي الحديث: فلا أدري أكره التزكية أم لا بد من غفلة. ولذا فشعار المؤمن بعد كل طاعة وأداء كل عبادة مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس، ثم يردد قول الله: والله خلقكم وما تعملون. ثم يكون بالاستمرار في الأداء والمداومة على الطاعة، وهذا حاله صلى الله عليه وسلم، وهذا مقاله صلى الله عليه وسلم. تقول أمنا عائشة: كان صلى الله عليه وسلم عمله ديمة، وكان إذا عمل عملا أثبته، أي داوم عليه وواظب. وكان يقول: اكلفوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل، وفي لفظ: فإن الله لا يسأم حتى تملوا. قالت عائشة رضي الله عنها لعبد الله بن أبي قيس: يا عبد الله، لا تك مثل فلان، كان يقوم الليل ثم تركه. وهذا ما أمر به المصطفى صلى الله عليه وسلم صاحبه المفضال سفيان بن عبد الله الثقفي الطائفي حين أتاه قائلا: يا رسول الله أوصني
قل لي في الإسلام قولا أعتصم به لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. ثم استقم، لزوم الاستقامة بعد الطاعة حراسة وصيانة العبادة، وهذا عين ما أمر به الله تعالى نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم في آيتي الشورى وهود. أما في هود فقال الله تعالى فاستقم كما أمرت، ونبينا العظيم سيد المستقيمين وسيد المرسلين، لكن الله يأمره بالمداومة، داوم يا رسول الله واستمر على ما أكرمك الله به وأجاد وأفاد، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، ولا تركنوا. فالتدين بين لا أين ولا تطغوا ولا تركنوا. وبعد نزول الآيات الكريمات تلاحظ للصحابة الأكابر أن شيبا على شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقدم صديق الأمة الأعظم قائلا يا رسول الله نراك قد شبت يا رسول الله، على الشيب رأسك الشريفة يا رسول الله. قال يا أبا بكر شيبتني هود، وإذا وقعت الواقعة والمرسلات عرفا وعما يتساءلون، وإذا الشمس كورت. يا أبا بكر شيبتني هود وأخواتها. قال القشيري رضي الله عنه تراءى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد الصالحين فاستجوبه قائلا قلت شيبتني هود، فما الذي شيبك في هود يا رسول الله؟ قال قول الله تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. هذه الاستقامة تعطي العبد نفحة جودية ومنحة ربانية، وهي حسن الخاتمة. لو تقدمت لأي لبيب زكي طاهر قلت له ماذا تريد من الله في دنياك لقال لك العافية وحسن الختام. حسن الختام يا عباد الله لا يأتي إلا بحراسة الطاعة وصيانة العبادة. لا يزال المؤمن يجاهد نفسه بالطاعات حتى يختم الله له بحسن الخاتمة. قال أكابرنا لقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. ألم يقل ربنا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة؟ وفي الحديث الشريف يقول صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبد خيرا عسله. قيل ما عسله يا رسول الله؟ قال يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ثم بالمداومة على الأعمال يتحف الله عبده بأمنية الأمنيات وغاية الغايات، وهي ثبوت محبة رب الأرض والسماوات. قال الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، اللهم اجعلنا منهم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وفي الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. وإن سألني أعطيته، وإن استعاذني أعذته. فيسير العبد الطائع في الدنيا من جملة الذين إذا رفعوا حواجبهم
قضيت حوائجهم. اللهم اجعل عيدنا عيد سرور وفرح يا رب العالمين، على الكون كله يا أكرم الأكرمين، من الذرة إلى المجرة ومن العرش إلى الفرش، وعلى الإنسانية جمعاء، وعلى أهل مصر الطيبين وقادتها المباركين وعلمائها الميامين، وعلى حضرة زعيم أمتنا وقائد نهضتنا، ودعاؤنا من خالص قلوبنا أن يوفقه الله بتوفيقه، وأن يؤيده بتأييده، وأن يكون له نصيرا في حله وترحاله، في نومه ويقظته، في سفره وحضره. أسأل الله تعالى لنا ولكم الستر والعافية، وصلى الله وسلم وبارك على حضرة صاحب الحضرة سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.